السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخواني اخواتي على قناة كريبتو اليرت. اليوم معنا شرح جديد للموقع هذا الرائع للتعدين، وتعدين متقدم للبيتكوين عن طريق نقل الطاقة. طريقة التسجيل كالعادة للناس الجدد راح ارى بكم التسجيل، بس اول نشرح الموقع هذا افضل ما في التعدين للبيتكوين سحابة مع سهولة امان مطلق. هنا الشركة يبينوا لك الشركة كيف للتعدين، طبعا هنا الخطط، ميزات حصرية لتجربة التعدين المخصصة، كيفية العمل، بدأ التعدين بسهولة في خطوات قليلة دون الحاجة إلى معرفة الطاقة والجهد والوقت وهكذا. اجمع المكافآت اليومية، مراقبة نشاط الوقت الحقيقي، ابدأ التعدين على الفور. التعدين السحابي أينما تريد بالطريقة التي تريدها، وقت التشغيل الأجهزة 24 ساعة، مدة طولة الأسبوع، لا يتم قطع قوة التجزئة مشترى. المهم راح أخلي لكم الموقع وانتو تكتشفوه، طبعا بيدعم البينانس كاريكين لوكال بيتكوين بلوكشين وكوانبيس. طريقة تسجيل هنا، سجل نضغط عليها، ايميل باسورد اعادة كتابة الباسورد، انا عندي حساب فيه. راح تجيك هاي الواجهة، انت بتختار الواجهة كيف. اذا عندك رصيد على البيتكوين ولا الاتريوم واللايتكوين والدوج، احنا شرحنا البيتكوين والاتريوم واللايتكوين، نشرح اليوم على الدوج. نضغط عليها، اول حاجة لازم تقوم عملية الايداع، هذه هي لوحة القيادة يعني الداشبورد حقك. تروح على ابداء التعدين، ولا عفوا عملية الشراء، نضغط على ابداء التعدين. طبعا المينيموم ديبوزيت حقهم 3700، هذا هو. اذا سويناها هنا بنشوف كم بالدولار بيطلع، 32 دولار تقريبا. معدل التعدين 2 هاش ريت، قوة التعدين. التعدين اليومي يعني تقريبا 133 من عملة الدوج. تروح على استمر كده، راح يجيك الباركود حقك والولد حقك. تروح على الولد حقك حق الدوج، تبعت لهم 3700 قطعة من عملة الدوج كوين وخلاص. هنا الويدرو بنشوف السحب كيف بيكون، طبعا لانه انا ما عندي رصيد ما راح يبين. المينيموم ويدرو هو 500 دوج فقط، بياخد من 1 إلى 24 ساعة وخلاص. هنا الترانزاكشن، جميع العملات اللي المعاملات اللي سويناها على الموقع. وهنا الريفلر رينج لينك عفوا، بتاخد كوبي كده وتروج رابط احالتك. انا عندي 3 احالات، تسجلوا من تحتي وخلاص. هذا هو الموقع، يستغلوه استغلال طبعا بيدعم مثل ما خبرتكم البيتكوين والإتريوم واللايت كوين والدوج. وهنا إذا عندك أي استفسار بتروح على التليجرام حقهم تضغط عليها وخلاص. هذا شرحنا اليوم في هذا الموقع، أشوفكم في شرح ثاني، مع السلامة.